عفوا لو سمحت. تناديني انا؟ تناديني وجهي ملهوف وقول امر حبيبي سم. نرجس؟ تعرفتني بعد؟ وانا اللي جابي لي صوبك احاسيس بكت من هم. لا تقول بعد ادل بيتنا. ادل بيتكم واعرف غرفتك بعد. ابوي انزين بس انا خايفه ان اهلي ما يوافقون ويقفون بطريقنا. اهلك؟ إيه؟ اشتري رشاش الليله واسدحهم لك عند الباب. انزين انا موافقه بس على الشرط. وشرطك على راسي امري. تشهد معي ان صالح موظف سيء ومصالح للعمل. لا لا عاد صالح اللي ما اقدر اشهد عليه الا بالطيب. لا صدق انا نرجس اتزوجك انت يا شايب يا عايب. صالح كلب 16 وحقير وواطي. ايه كذي يا زينك كذي. الله حط ايدك بايدي بس. طول ما ايدي بين ايدي ما ما تخاف من شيء. اي شيء تبي انا راح احققه. يا زينك والله بس ابي منك طلب واحد. شنو؟ تسلفيني 5000 دينار. 5000 فلوسي كلها حلال يا شيخ. اي لما تس